ومجازا وبرمواس، والتي تصدت لها قوات الامن حتى لا يحدث احتكاك بالمقيمين في الشوارع الرئيسيه. نعم. احمد رفعت مراسلنا في المنيا، نشكرك على هذه المتابعه. وكما ينضم الينا من محافظه اسوان مدير مكتب الاهرام المسائي عز الدين عبد العزيز. استاذ عز، يعني محافظه اسوان كيف استعدت للاحتفال بذكرى حرب اكتوبر؟ في الحمد لله خير. اولا في الحقيقه الاوضاع هادئه جدا في اسوان. اجواء الاحتفالات بالذكرى ال 40 من 3 اكتوبر المجيده هي المسيطره على الوضع في اسوان. الاحتفالات بدات اليوم صباح اليوم باعطاء اللواء مصطفى يوسف لمحافظ اسوان اشاره البدء المهرجان المشي اللي شارك فيه نحو الاف من مختلف الاعمار السنيه. كان في مهرجان مائي في نهر النيل شاركت فيه المراكب الشراعيه، وكان في ظاهره الاعلام الموضوع على المباني وعلى المنشات الحكوميه بشكل جميل جدا. ان شاء الله بكره هيكون في احتفاليه كبيره جدا ايضا في اسوان، هتبدا بمهرجان رياضي من امام المستشفى العسكري حتى الصاله المغطاه، ثم تنظيم مباريات خماسي في كره القدم. وهتجمع الالاف من الشباب من مراكز الشباب والطلاب والانديه والهيئات في حديقه دوره النيل الساعه 1:55 دقيقه ليستمعوا الى البيان الاول للقوات المسلحه المملكه في 6 اكتوبر 1973، نوزع به بعض الهدايا. ثم بعد ذلك هيكون في مسيرات رياضيه ومسيرات شبابيه وشعبيه يشارك فيها الشباب وكبار السن والفتيات في اسوان، تجمع في ميدان الشهداء. هيكون في عروض فنيه لفرق الفنون الشعبيه والنوبيه في مختلف الميادين والحدائق، ويصدق ذلك كله صباح غدا ان شاء الله وضع كثير من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان المحطه او ميدان الشهداء. سيقوم في وضع الاكليل اللواء مصطفى يوسف لمحافظ اسوان ومعه القيادات العسكريه والتنفيذيه والشعبيه بالمحافظه. نعم، اشكرك عز الدين عبد العزيز مدير مكتب الاهرام المسائي في اسوان، شكرا جزيلا لك. ونتحول مشاهدينا الان الى متابعه ابرز اخبار الاقتصاد. نعم، معنا في هذه الوقفه زميلتنا شروات حمدي، اليك شروات. شكرا دينا ومحمد، ومشاهدينا الكرام اهلا بكم. هذه الجوله مع الاخبار الاقتصاديه، ابرز ما فيها: مصر والاردن تتفقان على عقد اجتماع اللجنه العليا المصريه الاردنيه المشتركه في القاهره قبل نهايه العام الحالي. أهلا بكم من جديد. اتفق رئيس وزراء مصر حازم الببلاوي والأردني عبد الله النسور على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قبل نهاية العام الجاري، مؤكدين على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. أعرب الببلاوي والنسور خلال لقائهما بالقاهرة عن تطلعهما لتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في حين أكد النسور على اهتمام ورعاية الحكومة الأردنية للعمالة المصرية وحرصها على تقنين أوضاعها القانونية. تناولت مباحثات الجانبين سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضع العمالة المصرية في الأردن، وقضية تصدير الغاز. افتتح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية معرضا لشوادر اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة والخضروات باللجنة العامة بالمساعدة الأجنبية. قال أبو شادي إنه يدرس مع وزير البترول عمل مخزون استراتيجي من المواد البترولية والسلع التموينية في المناطق التي تتعرض لقطع الطرق سواء في الصعيد أو سيناء. نتابع هذا التقرير. كيف يرى المواطن المصري البسيط محاولة الحكومة توفير اللحوم له قبل حلول عيد الأضحى المبارك من خلال معارض وشوادر اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة المقامة بعدد من المحافظات في نفس الوقت لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم؟ أنا شايفة طبعا أن الأسعار مناسبة جدا وتلاقي معظم طبقات الشعب المصري،
وده شيء يعني يسعدنا، لان هم خوفونا في المرحله الجايه دي ان هنلاقي الاسعار زادت. اسعار اقل بكتير، متوفره بشكل يعني نموذجي، القطاع العام مع القطاع الخاص كله بيوفر كل الانواع اللحوم. واشار الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين ان المعارض وشوادر اللحوم تتضمن لحوما بتخفيضات تصل الى 25%. احنا هدفنا ان هذه التخفيضات تصل لكل مواطن على ارض مصر، ودي آلية الوزارة بتتبعها الحقيقة المعارض الموسمية كإحدى آليات الحكومة للمنافسة في السوق وخفض الأسعار، ليس بالتسعيرة وحدها تنخفض الأسعار ولكن بالمنافسة. ويشارك في هذه المعارض مجمعات النيل والأهرام ومنافذ بيع اللحوم بوزارة الزراعة وعدد من بائعي اللحوم من القطاع الخاص مع توافر الرقابة على الجودة. أنا عندي مثلا اللحوم البلدية اللي هي الطازجة اللي هي إنتاج مزارعنا، عندي اللحوم البقري اللي هي بتتذبح هنا اللي هي مستوردة من سواء من أثيوبيا أو السودان أو البرازيل، وبتتذبح هنا في المجازر بتاعتنا لحم طازج، عندي الخرفان الحية. وجدير بالذكر أن هذه التخفيضات سوف تستمر حتى وقفة عيد الأضحى المبارك. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك توجه الحكومة ضربة قوية لأسعار اللحوم، ولكن هل على المواطن المصري البسيط انتظار عيد الأضحى المبارك كل عام ليأكل اللحوم بدون معاناة، أم على الحكومة الاستمرار في دعم المواطن المصري البسيط؟ أحمد أبو الحسن، النيل. وصلنا إلى نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة إلى دينا ومحمد لاستكمال أخبار البانوراما. تفضلي دينا. شكرا شروات، نستأنف معكم أنباءنا. أعلنت دار الإفتاء المصري أن اليوم السبت وآخر أيام شهر ذي القعدة، وأن غدا الأحد وغرة ذي الحجة، وأن الاثنين الرابع عشر من أكتوبر هو يوم وقفة عرفات، ويوم 15 أكتوبر هو أول أيام الأضحى المبارك. جاء ذلك وفقا لما أعلنته المملكة العربية السعودية، وهنأ مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام المصريين بحلول شهر ذي الحجة، متمنيا أن ينعم الله على مصر بنعمة الأمن والاستقرار. أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن كافة أجهزة الوزارة ستواجه أي محاولات لتعطيل المرافق والطرق العامة، واضحا أن الوزارة ستتعامل مع أي من تلك الممارسات وستواجه أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون بمنتهى الحزم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اليوم مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري الإدارات، حيث أكد أيضا أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الفتن والتآمر والقيام بالتصدي الحاسم لأي محاولات تستهدف تعكير أجواء الاحتفالات. كما شدد اللواء محمد إبراهيم خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح من ضبط شخصين ينتميان لتنظيم القاعدة وبحوزتهما عدد من القنابل اليدوية. وأوضح مصدر أمني أن الشخصين اللذين قبض عليهما هما محمد عبد السميع حميد عبد ربه ومقيم بمرسى مطروح، وخالد علي محمد علي مقيم في منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وأوضح المصدر أنه أثناء القبض عليهما قام أحدهما بإلقاء قنبلة يدوية تجاه قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة 5 ضباط و4 أفراد من الشرطة السريين بإصابات متفرقة في الجسم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح. سيادة اللواء، ما هي آخر تطورات الوضع بالمحافظة خاصة بعد ضبط شخصين ينتميان لتنظيم القاعدة وبحوزتهما عدد من القنابل اليدوية؟ الوضع الأمني في المحافظة الحمد لله مستقر. نعم. ما حدث يعتبر شذوذ عن القاعدة. مطروح أمنة ومستقرة، حدودها مأمنة، حدودها أمنة، الطرق مؤمنة بأقوال وتمركزات أمنية. اللي حصل النهاردة طبعا دول شخصين تم رصدهم بمعرفة الأجهزة الرقابية الأمن الوطني والأمن العام وإدارة البحث الجنائي، وعقب وصولهم المطروح مباشرة وقبل ما يدخلوا مدينة مطروح كان تم رصدهم، وعند مشاهدتهم القوات قام أحدهم كان معه 2 قنبلة يدوية، قام بنزع فتيلهم قنبلة وألقاها باتجاه القوات عشان يشغلهم ويتمكن من الهرب هو ومن معه، إلا أن باقي القوات قامت بمداهمتهم وتم القبض عليهم وبتفتيشهم أسرة مع أحدهم على قنبلة أخرى تم إبطال مفعولها ولم يتم تفجيرها.
انا عايز اطمن ان رجالتنا نعم، ولكن يعني ماذا يعني القبض على شخصان ينتميان لتنظيم القاعدة، ماذا يعني ذلك امنيا؟ والله يعني انا بقول لحضرتك القاعدة في مطروح الحمد لله الشعب اختار خريطة الطريق، الشعب واقف جنب الشرطة وجنب القوات المسلحة، ما فيش عندنا الحمد لله اي مظاهر للخروج على زي عن المألوف دول. انا بقول لحضرتك دول تعتبر حاجة شاذة، وتم رصدهم خروجهم من اسكندرية او من القاهرة او جايين منين، وتم رصدهم وتم ضبطهم قبل دخولهم مدينة مطروح على الطريق الحمد لله بمعرفة الاجهزة الرقابية المتواجدة في مطروح. نعم سيدة اللواء العناني حمودة مدير امن مطروح، شكرا جزيلا لك. أعلنت مديرية أمن شمال سيناء أن قوات الأمن تمكنت من ضبط أحد المحرضين على إحراق قسم شرطة بئر العبد وعدد آخر من المطلوبين والمحكوم عليهم ومروجي المخدرات. وكانت حملة أمنية مكثفة بشمال سيناء قد تمكنت من ضبط 109 أشخاص من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة. في غضون ذلك أفاد مراسل النيل بأنه تقرر إغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى عقب وصول الحجاج الفلسطينيين للجانب المصري. وحنت وقفتنا مع أخبار الرياضة في بانوراما النيل. أخبار الرياضة نتابعها مع الزميل محمد سليمان. محمد ومشاهدينا نصل إلى ختام بانوراما النيل، وقبل أن نختتم إليكم تذكرة بأبرز العناوين. في خطابه بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس عدلي منصور يؤكد أن النصر كان وسيظل عنوان الكبرياء لمصر والأمة العربية. مسيرات شعبية احتفالا بانتصارات أكتوبر ومواجهة بين الأمن وعناصر من تنظيم الإخوان في ميداني الأوبرا وربع العدوية. وزير الداخلية يؤكد أن الشرطة ستواجه أي مظاهر للخروج عن القانون وتعطيل المرافق العامة بمنتهى الحزم والحسم. وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار. نعم مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم وإلى اللقاء.